مشاهدينا نمر إلى موضوع نقاشنا الثاني. إذا نظمت أو قدمت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عروضا خاصة أو تخفيضات خاصة بالنسبة يعني الرحلات بدون حقائب بدون متاع. إذا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نربط الاتصال عبر الهاتف بسيد سمير شعبنا الإعلامي المختص في شؤون المهاجرين. نعم سمير شعبنا، صباح الخير سيد شعبنا. مرحبا سيدتي وصباحك أسعد. نعم، هكذا عروض يعني تقدمها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، كيف يمكن أن تؤثر على حركية المغتربين وكيف ستعود على الاقتصاد الوطني ربما؟ طيب، أولا دعيني سيدتي أن هذه الإجراءات الجديدة للخطوط الجوية الجزائرية اتخذتها بعد إصداء السيد الرئيس التعليمات الصارمة لوزارة النقل وحتى للخطوط الجوية الجزائرية وكذا حتى كذلك الخطوط البحرية يعني شركة النقل البحري للمسافرين على ضرورة تخفيض الأسعار ووضع أسعار كذلك تتماشى مع أبناء الجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن، وهذا بعد إلحاح أبناء الجالية وبعد كذلك الانشغالات التي نقلتها سواء للممثليات الدبلوماسية الجزائرية وحتى كذلك عن طريق يعني نوابها في البرلمان وحتى كذلك عبر مختلف القنوات التلفزيونية الجزائرية. فحقيقة يعني وهذا للعلم يعني فيه استحسان كبير وسط أبناء الجالية الجزائرية على هذه الأسعار وعلى كذلك هذه الفكرة الجديدة إن صح القول منذ الاستقلال. حتى نكون صريحين سيدتي أن الخطوط الجوية الجزائرية كنا نتمنى بكل صراحة منذ سنوات خلت أن الخطوط الجوية الجزائرية تقدم عروض مغرية تنافسية إن صح القول لأبناء الجالية الجزائرية، وأنتم تابعتم سيدتي المحترمة أنه في كل سنة الجالية الجزائرية تستغيث قبل يعني اقتراب الموسم الصيفي أو حتى كذلك عشية كل العطل المدرسية سواء منها شتوية أو ربيعية أو خريفية كذلك. فأقول أن هذه الأسعار أولا أسعار مغرية لأبناء الجالية الجزائرية، جاءت كذلك سيدتي يجب أن نعطي هذه المعلومة، جاءت بعد دخول بعض الشركات الطيران الأجنبية يعني المختصة في تخفيض الأسعار أو اللوكوس مثل ما يقال عنها، مثل شركة بوليتية، مثل شركة الأسل الفرنسية، مثل شركة فيليغ الإسبانية كذلك، التي حقيقة أحدثت ثورة غير مسبقة في الأسعار يعني أسعار التذاكر. فكان مطالب على الخطوط الجوية الجزائرية سيدتي المحترمة أن تتماشى وأن يعني تعرض أسعار تنافسية لمثل هذه الشركات. فالآن نعم هذه الأسعار التنافسية كما تقول سيد شعبنا، كيف هل تتوقع أنها ستؤثر على حركية يعني دخول وخروج المقيمين أو المغتربين إلى أرض الوطن؟ نعم بطبيعة الحال سيدتي، يعني السعر 119 أورو على سبيل المثال مارسيليا الجزائر العاصمة، 174 أورو على سبيل المثال باريس الجزائر العاصمة ليون كذلك. هذه أسعار مهمة جدا، يعني الآن بإمكان حتى المغترب الجزائري أن يقضي أيام نهاية السنة في الجزائر، عكس ربما الأسعار التي كانت يعني تعرض للمسافرين أو للمغتربين الجزائريين 800 إلى 900 أورو إلى 700 أورو مارسيليا الجزائر. فهذه الأسعار تبقى في متناول أبناء الجالية، لكن 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 بطبيعة الحال هنا نطرح السؤال وهنا نضع كذلك علامة الاستفهام، أنه دائما أبناء جاليتنا ثقافة المغترب الجزائري عندما يعود للوطن يعود محمل بالحقائق. هذا هو ربما النقطة التي أثارها العديد من أبناء جاليتنا وحتى الحركة الجمعوية هناك، فالكل يعني يريد أن يعود إلى الوطن بحقيبة بحقيبتين. فالقانون أو هذا الإجراء الجديد للخطوط الجوية الجزائرية عرضته يعني بحقيبة واحدة فقط، يعني لا يتعدى وزنها 10 كيلو غرامات يعني الحقيبة ليحملها المسافر عندما يصعد على متن الطائرة،
هذه ربما فيها كلام كثير يعني وسط أبناء الجالية الجزائرية. ربما أظن أن الخطوط الجوية الجزائرية ستعرض في الأيام القليلة المقبلة كذلك عرض آخر ربما سيساعد وسيتسنى للمغترب الجزائري أو للمسافر أو للزبون هذه الشركة أن يحمل حقائب إضافية بتسديد مستحقات إضافية إن صح القول. يعني إذا أراد أن يحمل حقيبة أو اثنين فهو مطالب أن يسدد مستحقات يعني الحقيبة بعدد الكيلوغرامات يعني على متن هذه الحقيبة. فهذا هو السؤال وهذا هو ربما يعني الانشغال الوحيد يعني بعدما عرضت الشركة. لكن يبقى في العموم أسعار محترمة، أسعار يعني ربما تبقى في متناول أبناء الجالية الجزائرية. كذلك سيدتي يجب أن يعلم الجميع أن هذه الأسعار هي ممتدة من الآن يعني من هذا الشهر إلى غاية نهاية مارس فقط، لأنه من غير الإمكان لا للشركة الجزائرية ولا للشركة الأجنبية أن يعرضون يعني أو يعرضون لزبائنهم أسعار مثل هذه المعروضة الآن، لأنه سنصل إلى الذروة يعني في قبل الموسم الصيفي، وبالتالي كل الشركات الأجنبية سواء كانت بحرية أو جوية تريد أن تربح في هذه المرحلة. وهذه الأسعار كذلك يجب التذكير سيدتي أن المواطن الجزائري هنا في الجزائر سيستفيد منها كذلك. يعني أنت الآن على سبيل المثال رحلة الجزائر مارسيليا التي كانت يعني معروضة في الأسواق وفي وكالات السياحة يعني قبل حوالي 3 أسابيع ب60,000 دينار جزائري، الآن هي معروضة فقط ب25,000 دينار جزائري. مارسيليا على سبيل المثال أو الجزائر مارسيليا ب2,100 دينار جزائري. هي أسعار يعني بكل صراحة محترمة، ستشجع بدون شك الشركة الطيران الجزائري، لأن هذه الفترة هي فترة يعني قليلة يعني الإقبال إن صح القول للمسافرين سواء كانوا من الجزائر يغادرونها إلى الخارج أو العكس صحيح، ستساهم أن تم يعني الطائرة تكون ممتلئة على آخرها يعني في هذا الظرف من السنة. كذلك النقطة الثانية هو تشجيع المغتربين وحتى الأجانب كذلك على العودة إلى أرض الوطن على زيارة الجزائر، ولا سيما في هذه الفترة الشتوية، لأنه نعرف أنه كل يعني يعني المنشآت السياحية والمنتجعات السياحية في جنوب الجزائر. نعم نعم، إضفاء هذه الحركية على الدخول والخروج من وإلى الجزائر، كيف ستعود بالنفع وما هي المكاسب التي سيجنيها الاقتصاد الوطني من تنشيط هذه الحركية دخول وخروج للجزائر؟ نعم سيدتي، يعني نحن دائما نعيب صح القول على أسعار التذاكر، لأنه الحركية أو الحركة أو العجلة الاقتصادية إن صح القول في أي بلد تتحرك يعني بكذلك يعني النقل سواء الجوي أو البحري. الآن إذا يعني الطائرات وكذلك الرحلات الجوية الجزائرية تكون ممتلئة على آخرها وتقدم عروض يعني مغرية وتنافسية لزبائنها سواء كانوا من الجالية أو حتى من الأجانب كذلك، تأكدي سيدتي مثل ما ذكرت لك في البداية أن كل هذه الرحلات ستعود يعني ممتلئة على آخرها بالمغتربين. يعني الآن المغترب إذا كان هذا السعر يعني 119 أورو فقط من مارسيليا إلى الجزائر، تأكدي أنه هذا المغترب يعود إلى أرض الوطن حتى لقضاء 3 أيام، وإذا عاد إلى أرض الوطن وإذا عاد هذا المغترب إلى أرض الوطن سيترك في الجزائر أقل شيء 500 إلى 1,000 أورو، وبالتالي يعني حركية الفنادق يعني ستكون يعني في المستوى العالي، كذلك يعني سياره الاجره، كذلك يعني المطاعم هنا في الجزائر، ضيف الى ذلك سيدتي محلات بيع الهدايا، وبالتالي هذه الحركيه الاقتصاديه تتماشى يعني مع الاسعار المعروضه للخطوط الجويه، وهذا الذي كنا نعاني منه منذ سنوات. دائما عندما نتحدث وعندما نعيب على تحريك العجلة الاقتصادية وكذلك تطوير في هذا القطاع السياحي نعيب على الأسعار، لأنه عندما تتحدثين مع أبناء جاليتنا خارج الوطن ولا سيما فرنسا عندك 5 مليون جزائري سيدتي، عندما نعيب عليهم عن عدم يعني عودتهم إلى أرض الوطن وربما حتى مساعدتهم في التنمية الوطنية وتحريك هذا الاقتصاد وكذلك السياحة، يقولون لنا بالحرف الواحد كيف نعود وأسعار التذاكر يعني تفوق 600 إلى 700 أورو. فكل الدول سيدتي للعلم فقط كل الدول التي تحظى
بمكانة خاصة والتي تستقطب عدد معتبر من السواح، تجدين أسعار النقل إليها أسعار تتماشى وأسعار ربما في بعض الأحيان في متناول كل المواطنين. نعم سيد شعبنا، ربما سؤال أخير، هذه العروض الترويجية في هذه الفترة من السنة بالذات، هل ستدعم أو تحفز التسهيلات التي قدمتها سابقا الدولة بخصوص السياحة الصحراوية في هذه الفترة؟ نعم بطبيعة الحال سيدتي، أولا في تسهيلات يعني لاقتناء التأشيرة، وهذا اللي كان ربما حاجز للكثير من الأجانب وحتى للكثير من المتحصلين على الجنسية المزدوجة. الآن بإمكان كل سائح أجنبي أو حتى جزائري أو حتى ربما عربي يريد أن يزور الجزائر بإمكانه الحصول على التأشيرة على مستوى المطارات، على مستوى المطارات فقط أو حتى على مستوى يعني نقاط عبور البرية سواء على تونس أو حتى على ليبيا. هذا مهم جدا أولا، هذا أولا. ثانيا كذلك نحن عشية يعني العطلة الشتوية سيدتي، والآن المناطق الصحراوية الجزائرية تعتبر رقم واحد على المستوى العالمي بكل صراحة. الآن رانا نشاهد في تسويق لهذه المناطق السياحية الجزائرية التي أمن الله عز وجل بها هذا البلد، يعني في كل الدول العربية وحتى في كل الدول الأوروبية يتحدثون عن الصحراء، يتحدثون كذلك على مختلف النشاطات الثقافية الفنية التي تنظمها هذه المناطق الصحراوية. والنقطة الثالثة كذلك هي ستكون فرصة سانحة لأبناء جاليتنا أن يعودون لأرض الوطن من الآن بالنسبة للعطلة الشتوية. كذلك ستستفاد العطلة الربيعية في شهر فبراير وفي شهر مارس بحكم أنه في عدة عطل يعني لأبناء جاليتنا سيستفادون من هذه الأسعار. ما عليهم فقط سيدتي الآن هو الدخول على مواقع يعني الخطوط الجوية الجزائرية أو ربما التواصل مباشرة إلى مكاتبها في مختلف المدن الفرنسية لاقتناء هذه الأسعار بهذه التذاكر بهذه الأسعار التحديثية وكذلك المتميزة قبل فوات الأوان فقط أو قبل ربما أن يعني أن الطائرة تكون ممتلئة وبالتالي يكون هذا المواطن أو هذا المغترب محروم ربما العودة إلى أرض الوطن. كما نتمنى سيدتي في الأخير لو تكرمت فقط من الخطوط الجوية الجزائرية أن تضيف رحلات إضافية وكذلك خطوط جوية حتى يتسنى لكل أبناء جاليتنا أن يستفادوا من هذه الرحلات ومن هذا العرض الجديد لكان حلم كل يراود كل متابعينا من خارج الوطن وحتى الجزائريين منذ الاستقلال. وهذا يدل عن شيء سيدتي المحترمة، يدل كذلك على صهر السلطات العليا للبلد والسيد رئيس الجمهورية الذي يسعى جاهدا على تقريب أبنائه وعلى يعني تقديم لهم كل ما هو أحسن وهو أفضل كذلك. شكرا جزيلا سمير شعبنا الإعلامي المختص في شؤون الهجرة، شكرا على إثراء هذا النقاش. مشاهدينا وصلنا بكم إلى ختام هذه الفترة الإخبارية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.